كيف يتحصل الإنسان على الشغف والجرأة والشجاعة لافتتاح أي مشروع أو العمل في هذا القطاع الواسع؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، أنادي جميع الشباب في الوطن العربي، اعملوا لا تيأسوا، والله إن الخير قادم، ستنتصر الأمة، ستنتصر والشباب، سينتصر ومشروعك سينجح. ما أبرز الأشياء التي رسخت في ذاكرتك دكتور وفي وجدانك من هذه الرحلة الطويلة قبل أن ننتقل إلى الأمور العملية المتعلقة برئاستكم من الاتحادات التي تحدثنا عنها؟ قيمة بغداد، قيمة الصحابة في حياتنا، قيمة هؤلاء الأعلام أبو حنيفة وعبد القادر الجيلاني ما كنا نعرفها. نعم. هؤلاء العاجم يقدروننا ويحترموننا لأننا من هذه البلاد، فكانت هذه حقيقة يعني هزة قوية. نعم. في وجداني وفي بدني.